السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم معايا في القناة ديال جميلة كوزين. اليوم غادي نحضر معكم واحد السلطة اللي محبوبة عند الناس في هاد الوقيتة ديال الصيف، هي سلطة كسكس. وبقاو معايا تشوفوا المقادير وطريقة التحضير. نهاراً اكم قبل اجن شرابة الصباح تعجيبة سنية وذا نمارة بدي وقتا نرحمو، هي الشرابة نسكسو. قيم تأكيدي أتزام المقادير لما مش إذا صلعني. دابا غادي ندوزو للطريقة. عندي 250 غرام ديال كسكس، يكون ضليل شوية بحال هكا. غادي 250 غرام نسكسو، ولكن أني قدام وتجول بوني الزداد. نديرو شوية الملحة، واحد المعلقه صغيره ديال الملحه. انا كيجي نطرنجشت طم مزيان متمجحت. نديرو واحد المعلقه ديال الزيت الزيتون. انا كيجي نطرنجشت طم قرن نزشت من الزيتون. نخلطو مزيان، نخلط مليح. غادي نجيبو الماء، الماء عادي بارد من الروبيني، نكبوه فوق الكسكس ديالنا. النوع امان زيت مضن متسبتش. هاد الفارق خسكسونا نمو غسرد قاعدن خسكسو. دابا غادي نغطيوه ونخليوه حتى يشرب هذاك الماء كامل، من بعد غادي نرجع معكم ان شاء الله. خوات الجو غسر لي سون امني مره وشي كيوم داقبو. ها هو الكسكس ديالنا تشرب مزيان هذاك الماء ولا بحال هكا. قسكسو نغرخو يسوى يمني مره يدور امو يقصح. دابا خاصنا نخلطوه بحال هكا صافي. دابا راه شرب هذاك الماء مزيان ورطب. دابا خاصنا غير نخلطوه و يسوى يمني مليح. خاصنا بحاشات نخلط وهي مو صفوص نرمي نزيد ما. دابا غادي نحيد هاد الإناء. غادي نجيب الكسكس، هذا هو أسكسو إينو. غادي نديرو فيه الكسكس ديالنا. دابا درنا النجرة ديالنا، درنا فيه الماء، راه الماء كيغلي. ممكن مامي طنو نقلي سمك طون أماني قنوان. غادي نحطو عليه الكسكس ديالنا. نديرو عليه واحد المنديل من فوق صافي. نخليه واحد ربع ساعة مني غادي يسالي غادي نرجع معاكم. خو خاصني نجي نتكتان تمو سمي غير فوا ملي يجن 10 مينوت 4 ساعات واش كي نداقلو. دابا جبت واحد المقلة غادي ندير فيها شوية الزيت الزيتون واحد جوج معالق. يسال دجن المقلة قرديس يجن 2 ونص جايين بالزشت. غادي ندير فيه روبيت ديالي غادي ندير شوية الملحة شوية مكترشي لحقاش شوية مالحة وشوية متنجح شوية ديال البزار
كيف ما بقى مبارشاني صافي. غادي نخليوها واحد جوج دقائق ونطفيو عليها. ما نخليوهاش حتى تطيب بزاف تولي كتولي صغيره ملي كطيب بزاف. غير تخلى شويه غادي نطفيو عليها. حشرة تقرا شوية تجي تنايم مينو تنيغا مني وشا خاص نسقسي سوا تنتجي شا غاسر في الغرفة مزيان. دابا غادي نبداو نقطعو الخضره ديالنا. فنبدا نقص طبعا نبدأ زي الفلفل بابريكا نقطعوها رقيقه بالنسبه للخضر اللي غادي ندير في السلطه ديالي غادي ندير واحد البابريكا حمراء واحده خضراء نص ديال الخيار 200 غرام ديال مرتيشه ملونه شويه د معكنوس 4 د البصلات غير هذاك الخضر ديالها ماشي البصل كامل. صافي هذا هو الخضر باش غادي نصاوبوا السلطه ديالنا. بالنسبه لنزيد غير قرنش شرايينو الكريج نفرفر زيزه باش تنتز بكارت 200 غرام طماطيش ملونه شويه معكنوس ازين من بيبينو اجناب عن تبصرين ولكن افان سنتوها عزيزه دوا يزيد غير قرنش شرايينو. دابا راني قطعت كلشي هكا حيت شويه معطيشه باش غادي نزين بها الطبسي ديالي وشويه معكنوس. دابا بقات كروفي ديالنا فوق صغمار الخضار غينو سمون اختدانيتا كسر شويه الطوماطيش جي اختزيت زوقه شويه ماكنوس اخو ثاني غنبدانيتا تنقص امو ثنين هذاك اللي غادي نديرو هنايا السلطه ديالنا غادي نقطعوها على جوج لحقاش كبيره بزاف. غادي نخليو شويه للتزيين غادي نقص شويه هنايا هذه غادي نخليها للتزيين تاع تجر زي الزينه تبصينو. صافي غادي نستمروا هكا غادي نقطع كلشي حتى نسالي. دابا عندي هاد المرقة هادي ديال هاديك كروكيت اللي خليت قبيله خليت هاديك المرقة
ارماقا غنبني قريقه الجبنه خوز يسكر لاصوص. غادي نديرو شويه زيت الزيتون شي 3 معالق هكاك، نزيدو شويه الملح نكثروا شي غير شويه، نعصروا الليمون. انا راني اجنت ثلاثه طنجرين نزشت عندك شويه نتمجحت، نقدروا صوح نتمجحت خصو جبوية الطاس، عندك العصير الليمون شري سكر ونيتا الشرادة. غادي ندير فيه هذا ديال السلطة، شوية ديال الإبزار، شوية من العطان بعشان عندي هذا النوع هذا كاشو. غادي نديرو في السلطه ديالي غاري ونيتا وسما شمشه سقان سمازيغ كاشو، نقصو نموضو مزيان، غادي نقطعو هكا صغير هالشكل النهائي ديال صلاد الكسكس ديالنا، جات لذيذة بزاف. كنتمنى تعجبكم هاد الوصفة ديال اليوم وتجربوها حتى نتوما بالصحة والراحة الى فيديو جاي ان شاء الله. اقل شرادة نسلسون مشتوسة تست صباح الطاس ديس المعداقي الصباح، تمني اذا ومتعجب الوصفية اتجارب لكني خفي التار مرخبا بصحتكم وراحتكم. الفيديو يديكم ان شاء الله.